ديل منو؟ ديل ناس المركز العام. إسماعيل عثمان عملوا معاه لقاء بدري في جريدة التيار العدد 903 صفحة 5. قالوا له ما رأيك في التصوف كمذهب؟ مش سؤال واضح؟ مش مفروض تقول منهج باطل منحرف ضال تقبل الله وبالله التوفيق؟ مش مفروض تقول كذي؟ قال ما يدعو إليه التصوف، ما يدعو إليه التصوف كالزهد وتربية النفوس والتزكية فهذا موجود في القرآن. التصوف هو حزمة من الأشياء والتدابير موجودة في الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى تسميته بالتصوف. هم سموه التصوف، سألوه مش مفروض ترد؟ الصوفية بيدعو للزهد، الصوفية يا ناس بيدعو للزهد، صوفية هذول بيدعو إلى الدنيا بأوسع أبوابها، أباديم بانين البيوت راكبين العربات آخر عربات وماشين وجايين ويلبسوا في أفخر الثياب وإلى آخره وماشين وجايين. والزهد تقال الزهد بس ترك المباح أو ما فضل من المباح. قال القحطاني والزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الثنى، طوبى لمن أمسى له الزهدان. هم بيزهدوا في الثنى ولا هم بيثنوا على نفسهم؟ يدعوك التزات وتثني شنو على نفسك؟ بس الكتاب ده خلي الكتب الثانية. ده قال الصوفي ده زهد ده زايد. قال صفحة 60 ل 65 شوف ده زهد يخدل بالعب والدين، وقال ديل بيدعو للزهد. وانون الصوفية الزهدة الزهاد ديل لا خلوا فطيرة لا خلوا جداد. بجيبوا لك بالكتاب طلع لي عوضة ده هنا حسين طلع عوضة ده أكل به فطيرته وجدادته. رقد المرأة كبيرة في عنقريب قال له أنا اديته كون ولد. قال المرأة ولدت ما تعرفوا عنقريب ولا شاحن جلاكسي؟ عنقريب بس. قال جابوا طيب ديل زهاد يا أخي تلعب بالدين ترجمة عوضة بتلقاه. قال ذا الصوفي ذراعي من فوق السماوات كلها، إسماعيل محمد سعيد البغدادي بتاع الطريقة القادرية، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. طيب وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، ولي نشأة في الحب من قبل آدم آدم، وسري سرى في الكون من قبل نشأتي، وسري في العليا بنور محمد، فكنا بسر الله قبل النبوة، ملكت بلاد الله شرقا ومغربا. ده زاهد. وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي، ده بالذات في الثنى. طيب وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا، وأتلو كتاب الله في كل ساعة، وذكر 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 لحد ما قال شنو؟ وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا أني أصلي بمكة، ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي، مريدي لك البشرى تكون على الوفا، إذا كنت في هم أغثك بهمتي، مريدي لك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. ده شرك بالله ولا ما شرك؟ دي دعوة إلى الثناء عليه والغلو فيه ولا ما دعوة؟ ده زهد ولا إسماعيل عثمان ما فهم الزهد؟ الزهد قال ابن رجب من أشمل تعريفات الزهد ما عرفه به أبو سليمان الداراني في جامع العلوم والحكم لابن رجب في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو يحبك يحبك. هفهم الكلام. قال الزهد، تعريف الزهد، قال الزهد هو ترك ما سوى الله عز وجل. ده أبلغ زهد، أن تترك ما سوى الله
عز وجل، تعلق بالله وبما عند الله فتكون بهذا زاهدا. تترك دنيا الناس، ودل تركوا دنيا الناس، ودل زاحموا الناس في دنياهم، بل وأخذوا منهم دنياهم، أكل شراب وإيه وبياض ومصائب ثقيلة واقعين فيها، ده زهاد يا أخي. طيب ده كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، للعالم الفقيه، للفقيه العالم محمد ضيف الله ابن محمد الجعلي الفضلي إلى آخره. تكلم عن عوضة، عوضة صاحب القصة، شوف قال عنه شنو، ده زهاد. ما أنا مسائل الجابة دي كلها غلط، حتى المسائل الجابة غلط، والمسائل اللي تحاشاه وكتمه أخطر، مسائل الشرك. صوفية يا أخ بيدعو لشنو؟ قال الفوزان، خلي شباب الفوزان كيف شباب فوزان يا اسماعيل عثمان شباب فوزان، قال في كتاب أعلام المجددين لما ذكر كلام ابن تيمية، ابن تيمية كأنه مدح بعض شنو الصوفية الأوائل كالجنيد والفضيل، قال كالجنيد عفوا إلى آخره، هاي وعبد القادر الجيلاني. أنت عارف الفوزان علق قال شنو؟ قال هذه الصوفية الأولى في الأوائل ما كان فيها الشرك، مع أن الصوفية الأولى ذات فيها ما فيها. قال أما الصوفية اليوم فيدعون إلى الشرك والبدع. ده منو؟ الفوزان. أنت خايف من شنو؟ ذاك مفتي في بلاد الحرمين وبقول كلام زي ده، وينشره في كتاب اسمه من أعلام المجددين، تكلم عن ابن تيمية والإمام أحمد، وتكلم عن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. شوف ديل زهاد عن عوضة، ده ما عالم عنده، ده من شيوخ. قال شنو؟ قال عنده كرامات، من كراماته كانت في دنقلة، كان في دنقلة رجل غني وعنده امرأة عاقر، صارت من القواعد، يعني شنو؟ كبرت المرأة دي، كبرت، مش مفروض يسأل الله سبحانه وتعالى زي زكريا عليه السلام سأل الله؟ طيب قال فإذا جاءها شهر الحيض تلطخ ثوبها بدم دجاجة، طبعا كبرت بعد شنو؟ والله يئسنا من المحيض، لكن لما تجي الفترة بتقوم شنو؟ بتواسي نفسها، تطبح لها جدادة وتتلطخ بشنو؟ بالجدادة كأنها حائض يعني. شوف المرة دي ذاتها مهووسة كيف؟ مرة مجروحة ذاتها في نص الجسم. طيب قال فإذا جاءها شهر الحيض تلطخ ثوبها بدم دجاجة، قالت لزوجها، معين بيتكلموا مرات بالدارجة، ده عوضة، شوف ده قالوا زهاد عليك الله إسماعيل عثمان ده بخاف الله. طيب قالت لزوجها شنو؟ توجه بنا للشيخ عوضة يعطينا نسلا، كلام ده واضح ولا ما واضح؟ يعطينا شنو؟ نسلا، يعني جنة، الشيخ بدي الولد يعني. تاني يجي الصوفية يقول لك في الحقيقة أدى والله، لكن الشيخ بيقول لا ادعوا لنا الله. قالت لي الشيخ اديني عديل، قالت لي راجلة ودينا للشيخ يدينا نسلا، مش ادعي لنا الله يدينا شنو؟ نسلا. طيب وعندها قدح ملته، يتكلم بالدارجة مرات، ملته فطير قمح وحماما ودجاجا، شوف الزهاد، حماما وشنو؟ دجاجا. احنا ما تغدينا لاسي من قبل، تقول لنا بتاع انباسطه ولبن ودل، شوف الكلام ده، الله يتقبل. انت تفطر بفته ما فيها زيت سمسم، وده ياكل دجاج وقال زاهد؟ الناس دي مالهم معانا يا ناس. قال ومع وعندها قدح ملته او ملأته فطير قمح وحماما ودجاجا او دجاجا، وحملته خادمها، فلما وصلت اليه كلمته قال لها تعطيني فرختك وسورتك، الاسوره بتاعت شنو؟ الزينه يعني، الاسوره هاي بيقولوها كده المصريين وغيره المصريين. طيب وحجولك، الحجل برضو، الحجل التحجيل بيكون في القدمين. طيب قالت له خير، ده الزاهد قال لا تعمل لي شنو؟
تديني الوسورة والحجل والفرخة، دار الفرخة ودار الحجل والوسورة، ده زاهد يا ناس، ده عوضة، عوضنا الله. قال قالت له خير، قالت له خير. فقال لهما للراجل ومرته اللي من القواعد، قال لهم شنو؟ ادخلا وارقدا فوق عن قريبي، في عن قريبي ذاك ارقدوا في الاثنين، قول عن قريب ده نفر واحد بيكسره. طيب ماذا نفصل اي شيء؟ لانه مرات ما من الادب التفصيل. قال وادخلا وارقدا فوق عن قريبي وياكل، اللي بياكل ده منه الشيخ، هو قال لهم خشوا جوا وهو قاعد ياكل برا، وياكل في فطير القمح والدجاج والحمام. تقول له يدعو للزهد، انت قصدك بالزهد يا تو؟ الاول انه تترك ما سوى الله سبحانه وتعالى، ذيل ما عندهم الزهد، تترك الثناء ما عندهم الزهد، تترك المعصيه ما عندهم الزهد، بيبرروا لمعاصي شيوخهم، تترك الاكل السمح، ده بياكل في الدجاج ولا الدجاج ما اكل سمح، والفرخه عادي الفرخه كمان صغيره كمان. طيب قال وياكل في فطير القمح والدجاج والحمام. فانكر عليه بقلبه رجل حاضر المجلس، في زول بس بقلبه حرقوا الكلام، انكر بقلبه ولا بلسان، شوف على قلب الناس. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاه والسلام وممن حولكم من اهل المدينه وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم، شنو؟ نحن نعلمهم. الله يقول للرسول عليه الصلاه والسلام لا تعلمهم، نحن نعلمهم، في واحد انت ما عارفه ونحن نعلمهم. الله سبحانه وتعالى ده يقول لك مكاشف يكشف في القلب، جماعه يقولوا عوضه ده انكر عليه بقلبه، قال عرف الانكار، قال فقال الحضري اكال الرغيف يتعدى على حدود الله، ده الزول الانكر قال كذا. فقال لهما ده عوضه اديتكما ولدا ثم اديتكم بنتا تمسك البيت، اداهن ولد وشنو؟ وبيت. وقال عوض ان قال للعود اليابس الد ما يلد، والراكوب الجالس في حتى مريق عود نخل ففي وقته اخضر واثمر، العود طوالي اخضر وشنو؟ واثمر. ديل زهاد، ده قال الزهد، ده يسمع العثمان، ده من الجماعة، ده رئيس الجماعة ذاته، رأيك شنو؟ أها ده رئيس الجماعة وفي الجريدة، ما في الخلا، في الملأ، في الجريدة. قال وتربية النفوس، الصوفية نفوس مربى يا ناس، الصوفية نفوس مربى، بماذا تربى النفوس؟ بتوحيد الله وبتعظيم الله سبحانه وتعالى وب تصفيتها من شوائب الشرك والبدع والمحدثات والنفاق والغل والحقد وسائر أمراض النفوس والقلوب من أمراض الشهوات والشبهات، وتغذية هذه النفس بالتوحيد وبالسنة وبالطاعة وباليقظة وبالتوبة وبالخوف وبالرجاء وبالانكسار وبالتواضع وسائر ما تكون به صلاح ما يكون به صلاح القلوب. ديل نفوس مربية، ديل نفوس يا أخ تعج بالشرك بالله، تكلموا بهذا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وتكلموا، خنجر بيقول غير الله بنزل المطر، بيقول شيوخنا، دي لفظته كذي، شيوخنا بنزل المطر، والمطر بحسب الطلب. يقول في سرابتين، واحد يجيها مطر واحد ما يجيها مطر، لانه ديل دفعوا البياض وديل ما دفعوا البياض، ده نفسه مربيه، ده يخاف الله، يخاف الله سبحانه وتعالى، يعظم الله جل في علا، ديل بيلعبوا بالدين والفاظ بس في غير موضعه، ينبذونا احنا الصوفيه. في وفاء، أها طيب نحاول نختصر.
وإن كان الكلام يطول، لكن هؤلاء في تربية النفوس أيضا والتزكية، كيف تزكى النفوس وهي تعوج بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ده كلام إسماعيل عثمان.